ثانية من برنامجكم صباحك مسك، مثل ما عودناكم بهذا الوقت يكون عنا موضوع رئيسي عم نحكي فيه، وخاصة مع آخر القرارات المتعلقة بعودة التعليم أو احتمالية بداية وافتتاح المدارس مجددا. فقد قررت وزارة التربية التركية إعادة التعليم وجها لوجه لصفوف معينة بشهر آذار المقبل. وزير التربية التركي ضياء سلجوق قال عبر حسابه طبعا على تويتر أنه التعليم وجها لوجه سيبدأ اعتبارا من 1 آذار المقبل، وذلك للطلاب الصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث والرابع، وأيضا طلاب الصف الثامن وحتى الصف 12. طبعا أعزائي المتابعين، أيضا أضاف الوزير سيد ضياء سلجوق بأن وزارة التربية قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات للطلاب بشكل فيزيائي، مشيرا أن تأجيل هذه الامتحانات سيزيد من عبء الدراسة مستقبلا وسيعيق اكتشاف وضع الطلاب الحالي والمتطلب تصميم برامج دعم مناسب لاحتياجاته. نعم، كمان الوزارة كانت اعتمدت التعليم عن بعد لطلاب المدارس وحتى دورات القيادة وأي دورات أخرى، بلشت بهذا الموضوع ب20 تشرين الثاني من عام 2020، وذلك مثل ما كلياتنا بنعرف بسبب تفشي جائحة كورونا وفيروس كورونا بالبلاد. ألغت الوزارة كان لاحقا امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. حول عودة المدارس واستعداد الكادر التعليمي للتعامل مع هذه الأزمة استئناف الامتحانات، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو هنا الأستاذة منى نصار مدير عام مؤسسة الديوان بإسطنبول. تحياتي لك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. أستاذة يعني منى، بصراحة هل المدارس التركية بشكل عام وحتى الحكومية أو سواء الخاصة جاهزة بالفعل لاستقبال الطلاب، وخاصة الاستقبال أو الافتتاح يكون على الأبواب يعني 1 آذار كم يوم ومبلش فيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بفريق الأعداء وبالحضور الكرام والمشاهدين. طبعا هي المدارس الحكومية أو وزارة التربية والتعليم هي بتعمل، لا ننكر أبدا أن جائحة كورونا هي تعتبر كارثة من الكوارث البيئية اللي حلت على العالم، لكن هو طريقة أو كيفية التعامل مع هذه الكارثة بطريقة ما، فهي ديت اللي هيخلينا أن احنا نطلع من الكارثة ديت بسلام نفسي وصحي والمحافظة على البشرية وهكذا. نعم، فقرر وزارة التربية والتعليم التركية، طبعا هم رسموا تخطيط استراتيجي لكيفية التعامل مع هذه الجائحة، ومنها ان هم كانوا بيعملوا زي تيست او اختبار كل شويه، يقولوا طب هننزل اطفال الروضه لما يجدوا ان الموضوع ان هو تطور او في ظهرت حالات كورونا يمنعوا تاني ان الطلاب ينزلوا. نعم. فأظن في هذه الفتره بعد التعاون مع وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم ان هم لما يفتحوا المدارس في ان شاء الله في 1 مارس، هم فتحوها بالفعل اوريدي. نعم. لطلاب الروضه في 15 فبراير. نعم. ان المدارس الان مهيئه تمام تهيئه لاستقبال طلابنا، بس هو الموضوع محتاج زياده وعي من الاهالي والتزام المدارس الحكوميه بقرارات وزاره التربيه والتعليم والاهتمام بالجانب الصحة والإرشادات والتعليمات اللي نزلتها الوزارة، ومنها إن شاء الله سيكون التعليم يعني مفيد لطلابنا بالكيفية اللي هي الوزارة رسمتها لنا إن شاء الله. ممتاز. طيب. إن شاء الله أستاذ منى، يعني باعتبارك أنت مختصة في هذه الأمور، برأيك هل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة التركية سواء من بدء افتتاح من 15/2 ثم 1/3 ثم تخصيص بعض المراحل، تخصيص بعض الأيام، كيف تقيمين هذه العملية وطريقة التفكير هذه؟ هي ستيب باي ستيب. نعم. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان هي الوزاره طبعا لا تنكر الصحه النفسيه للطالب. نعم. خاصه طلاب الروضه وطلاب المراحل اللي هو يعتبر في المدارس الحكوميه او وزاره التربيه والتعليم الصف الثامن وصف الثاني عشر يعتبر شهاده. فهو بيحاول ان هو يحافظ على صحه الطالب وصحه التعليم، وفي نفس الوقت ان هو عايز ان هو يحافظ على المجتمع والبيئه المجتمعيه. فالقرار
نعم ده قرار سليم، هو بياخدها خطوة بخطوة، وإن شاء الله عقبال بقية الصفوف إن شاء الله إن هي تنضم إلينا وترجع الحياة لمجراها الطبيعي إن شاء الله. آمين يا رب الفعل. أستاذة منى، بصراحة كتار من الأهالي هلا ما لهم عارفانين يا ترى الدوام كيف حيكون، عدد الصفوف، عدد الطلاب كيف حيكون داخل الصف الواحد، في أعداد محدودة، في أيام دوام معينة، هي الإجراءات إلى أي مدى ممكن أنه عن جد تأثر على مستوى التعليم برأيك؟ هو من ضمن الحاجات اللي هم وضعها الوزارة أن هو بيسمح للطلاب أن هو الأوبشن، أن هو لو أنت حابب أن أولادك يكملوا في البيت أونلاين فهو ده يسمح لك أن أنت تظل محافظ على ابنك داخل إذن البيت. إذا متاح ما زال أنه التعليم عن بعد حيكون موجود. نعم، وإذا كان هو يريد أن هو ينزل أولاده للمدارس فهذا متاح أيضا. جميل. ده هكذا بيرجع لنفسية ولي الأمر ومدى تخوفه من طبعا وتقييمه للحاله الصحيه داخل البيت، يعني في بيبقى في بعض الامراض المزمنه التي لا تضطر ان حتى لو ابني كان سليم ان انا ما ينفعش ان انا انزله للمدارس خوفا على باقي افراد الاسره يعني. فهي هو وضع الاوبشنز والتفكير الابداعي ولازم يكون في تكاتف ما بين الأسرة وما بين الهيئات التعليمية والتواصل المباشر بينهم وبين بعض والمراقبة الدائمة بين إدارة التعليم أو المدارس أو الهيئة التعليمية بينهم وبين الأهالي وما بينهم وبين الأطفال بشكل مستمر. ده بيساعد إن احنا نوصل للطريقة المناسبة. جميل. لكن أستاذة منى دعينا نكون واقعيين قليلا. نعم. الأهالي ما زال لديهم قلق. نعم. وخوف من موضوع كورونا، يعني كنا نتناقش بالأمس وقال إنه الطفل يعني غير مدرك، ربما الطفل يريد أن يمرح ويلعب، بكرة حيشيل كمامته يعطيها لصديقه وصديقه يبادل الكمامة ويركضوا ويلعبوا. هذا الخوف والهاجس لدى الأهالي لابد أن يكون هناك ربما طوس، يعني أنت عندما تجتمعين من اختصاصك مع الأهالي وهكذا، هل هناك شيء توجهين لهم؟ هل هناك شيء تتحدثين به؟ نعم. بالنسبة للتعامل مع الأهالي بالذات هو نعم. هو أنا واحتكاكي المباشر مع أولياء الأمور أنا دايما برجع ليهم بقول لهم إحنا لازم نتعامل مع الموضوع بشكل واقعي. أي نعم، لكن مش هنعلي الموضوع بحيث ان احنا نزود الرهبه لدى الاطفال او يعني الهاجس او الخوف من حاجه معينه ديت لازم ان احنا نبعد عنها. تمام. لكن احنا المفروض نعمل ايه؟ زراعه الوعي والقناعات لدى ابني ان انا بعمل له طقوس يوميه داخل البيت قبل ما هو يخرج اصلا في الحي او في المجتمعات الخارجيه او المدارس بتاعته. جميل. المحافظه على النظافه كل ساعة كل نص ساعة أي قبل الأكل بعد الأكل، المفروض دوت هو ده شيء اوريدي المفروض الطفل بيعمله، لكن احنا بنزود الموضوع ان احنا نغرس قناعات داخل الطفل بدون رهبة بدون تخوف طبعا، لان الموضوع نعم لان الطفل في الاخر ساعات بعض الحالات بتوصل لنا ان احنا مع التواصل الكونسلر دايما مع اولياء الامور لا في بعض الحالات ان الاطفال خايفين مرعوبين عندهم اكتئاب عندهم قلق من العوده خاصه الاكتيفيتيز والحاجات اللي هم اتحرموا منها وكده ويجي خوف على فقدان احد من البيت، وزي ما حضرتك ذكرت ان هو بيكون شايف كورونا كانها فعلا هي الزومبي اللي هياكل اهل بيتنا يعني. فهو يجب ان هو على الاهل زراعه الوعي وتعليم الاطفال بشكل مستمر على العادات الصحيه السليمه، لكن من الناحيه الثانيه احنا كمدرسه او كهيئات تعليميه المفروض يكون الاوبزرفر والمراقبين موجودين بشكل مستمر، يكون دايما في البوستات والموجودة ومنتشرة في كل مكان، زيادة عدد الدكاترة الصحية الدكاترة داخل المدارس داخل يعني هيكون في هيك ولا هي نصائح ربما لا هو اوريدي موجود اصلا الدكتور نعم يمكن كشرط لاصلا لافتتاح دكتور وممرض المفروض هو موجود اوريدي في المدارس، لكن لما بنزود الجانب الصحي والمراقبة داخل الصف ومراقبة المعلمين بلس ان الطفل نفسه ان هو نزرع في القناعات ان هو يجب على نفسه ان هو يحافظ التباعد الجسدي
لبس الكمامات بشكل نعم مباشر. نعم. المعلم نفسه المفروض ان هو يكون ميرور نيرون، ان هو يكون نفسه هو في ان هو عارف ان هو لو طول ما هو لابس الماسك اوريدي ان الطالب هيكون شايف ان دوت خلاص هي نعم. هتلاقي الطالب او نفسه هو قاعد خلاص لبس الكمامه لانه المعلم بتاعه لابس الكمامه بتاعته. ففي بعض الحاجات اللي هو لازم ان احنا ككبار نفسنا او كقدوه ان احنا نعملها، وفي نفس الوقت الطالب اوريدي ان شاء الله يعني هيتعود عليها، هي عاده ومحتاجين اولادنا ان هم يتعودوا عليها تماما. هي ما شاء الله مثل ما قلتي استاذه منى انه هي العمليه وهي الاجراءات تدابير النصائح ما راح تكون حصرا بس توجيهيه للطفل، وانما حتى لاولياء الامور قبل انه ما يكون يبلشوا فيها على اطفالهم يكونوا هن بالاصل ملتزمين فيها. طيب اذا بدنا نحكي عن موضوع التعليم الوجاهي بدايته مثل ما بلشنا حيرجع يفتح التعليم الوجاهي، هل فينا نقول المقوله اللي كثير من الاشخاص يمكن عم يبلشوا خلص يقتنعوا انه هي المقوله هي اللي حتصير وهي انه انتهى عهد التعليم عن بعد؟ ذكرتي بالبدايه انه ممكن يكون في اونلاين دراسه اونلاين، انت شو بتقولي لهم؟ والله لو تلاحظوا هو مش في قسم التعليم او في مجال التعليم فقط حصلت ثورة في العالم، فالعالم قبل كورونا شيء وبعد كورونا شيء تاني خالص. نعم. حتى التوظيف، حتى قسم الـ HR، ويعني حتى أصلا من التعليم أونلاين فتح لينا مجالات تانية وخلى الإنسان هو يفكر بتفكير إبداعي. لو تلاحظوا مثلا برنامج زوم كان حاجة قبل ما كورونا، ودلوقتي في كمية أوبشنز محطوطة أصلا لما بعد أو في أثناء فترة كورونا. فالتعليم أونلاين لا هو بقى مستمر، وفي مدارس أصلا الآن أصلا بتفكر إن هي يكون الشغل بتاعها أونلاين أصلا، لأنه هيكون محافظة على طلابنا، بيوصل لعدد أكبر من الطلاب. جميل. بنقدر إن احنا نوصل للمدرسين والمعلمين في كل مكان بدون تكلفة ان هو الانتقال من بلد لبلد، المواصلات غير المواصلات، ان هو ممكن ان هو اصلا هو من هو في امريكا بدون تحمل تكلفة ان هو لازم ان هو يجي مثلا اسطنبول او تركيا، ان هو ممكن هو يعلم الطلاب من هو في اماكن. فاحنا في ثورة او في حاجة طفرة جديدة دخل علينا وتبناها العنصر البشري لهذه الطفرة، فالتعليم أونلاين سيستمر يعني باقي وهي تمدد. أستاذة منى، يعني ربما نحن تحدثنا الآن في المجمل على إجراءات وزارة التربية والتعليم، لكن متأكد أنا من خلال موقع مؤسستكم واطلاعكم على وضع المدارس الخاصة تحديدا العربية، يعني لربما تزداد جرعة الإجراءات ربما المتخذة بحكم أصلا أنه هي مدرسة خاصة. لكن هل ترين بأنه هذا بحد ذاته مطمئن للأهالي فيما تنتهج المدارس الخاصة؟ زيادة الإرشادات، زيادة النصائح، موضوع الطلاب، وبشكل متزامن الفلوس، المصاريف اللي يدفعوها الأهالي. نعم. أكثر حاجة تساعد على نجاح المدارس وأي هيئة أن أنت تشعري ولي الأمر أنه هو عضو مشارك في المدرسة، أنه هو يعني هو جزء منا ولا نقدر أن نتخلى عنه. جميل. شعور الولي الأمر بانتمائه للمدرسة وأنه هو جزء فعال في المدرسة واستطلاعه دائما أول بأول بشفافية تامة ووضوح تام، يعني لما بيظهر حالة كورونا في أول كنا بنبلغه ان احنا عندنا في حاله كورونا ولا نتخفى على ذلك، يعني دي الصراحه والشفافيه، وان احنا نشعر الولي الامر ان هو دائما هو عضو فعال في المدرسه عندنا وان هو شاركنا في نجاح هذه العمليه التعليميه، ليس الموضوع فقط بيننا وما بين الطالب. واستطلاعه دائما بالتعليمات خاصة بكورونا، وان هو لو محتاجات ارشادات نفسيه وتوفير الدكتور سايكولوجي ليه اول باول ليه ولاولاده، ده بيشعر ولي الامر ان هو دكتور سايكولوجي. نعم. ليه سايكولوجي؟
لانه احنا بنعالج طبعا يعني الفتره دي زي ما انا ذكرت في الاول ان في بعض الطلاب فعلا وصلوا الموضوع اللي هي ان هو اتحرم من الاكتيفيتيز والانشطه بتاعته, اتحرم من مرحله الطفوله اللي هو متعود المفروض ان هو ينزل منها, خايف على حد من اهله ان هو يفقدهم خاصه الاجداد والجدات اللي هو بيكون مرتبط بيهم وعارف ان الموضوع يعني صحيح. الطفل عنده قناعه, احنا اطفالنا دلوقتي وهم في جريد 1 وجريد 2 بيدخل على اليوتيوب وبيجيله معلومات قد تكون مغلوطة فبيزيد عنده الرهبة من كورونا. فللأسف ساعات من احنا لو احنا كولي أمر أو كمؤسسة تعليمية ما عملناش ليه وعي أول بأول والدنال والحقائق اللازمة ان هو يعرفها, هو ممكن ياخد معلومات مغلوطة وتأثر عليه نفسي بطريقة عكسية. وتوفيرنا احنا كمدارس انترناشونال او مدارس خاصة او هيئة تعليمية او مفروض من وزارة التربية والتعليم ان هي تكون موفرة دكتور سيكولوجي يكون موجود باستمرار مع ولي الامر, ده بيساعد على ان شاء الله نساعد على علاج هذا الطفل دائما الالمام بكل هالجوانب. نعم. طيب استاذه منى, سؤال هيك اذا فينا نختم فيه صراحه, في عندك شيء معلومات بتتعلق بطبيعه الدوام اللي حيكون داخل هدول المدارس؟ الدوام عم نسمع انه حيكون يومين يمكن بالاسبوع او ثلاث ايام, عدد الساعات اصلا بهذا اليوم, عندك شيء معلومات عن هذا المجال؟ هو حدد في بعض المدارس, احنا كمدرسة احنا مفتحينها ان هو هيبقى 5 أيام في الأسبوع, لكن بيبقى فترة التوقيت الزمني للدراسة أقل عن ما قبل. وقت البريك والاستراحات اللي ما بين الدروس والصفوف بينها وبين بعض قلت طبعا لكي لا نسمح للطلبة ان هم يكونوا لوحدهم لفترات طويلة. بالعكس يعني هو حيكون في اشراف دائما معنا, طبعا في اوبزرفر, في اشراف دائم, في حس حتى كمان الطلاب اللي هم الهاي سكول اللي هم الطلاب الكبار ان هم نشعرهم مدى اهميتهم في المدرسة, فنشعرهم ان هم نديهم ديوتيز ونديهم واجبات ان هم عليهم ان هم يتابعوا الاطفال الاصغر منهم. حلو. وده بيشعر داخلهم جانب ايجابي كبير وليهم فايدة في المجتمع كوميونيتي سيرفيس وهكذا. جميل جدا, يعني بصراحة كلام جميل, لكن أتاني هذا السؤال أحد المتابعين الآن الأستاذ طه الغازي يقول: أستاذة منى السلام عليكم, خلال المرحلة القادمة ستنتقل إجراءات وزارة التربية التركية في تدابيرها في المدارس, ستنتقل لمرحلة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا, يعني بدأوا المدرسين من أول أمس حتى شفنا وزير التربية وعم يأخذ أول جرعة لقاح. كيف تنظر أستاذة منى للإجراءات وآلية التنسيق فيما يتعلق بالطلاب الأجانب في المدارس الحكومية من حيث شمل ببرامج التطعيم باللقاح؟ يعني في ان هو حيطعموا الاطفال التركيه فقط والاطفال الاجانب, يعني هل سيكون هذا اذا توفر حسب ما فهمت من الاستاذ طه, هل هناك سيكون الطلاب ايضا العرب موجودين يشملون او ما يشملون كطلاب لانهم كتله طلابيه؟ رايك في هذا الموضوع اصلا تلقيح الطلاب بشكل عام, تطعيم الطلاب هو الامر بيرجع لولي الامر هل هو يقبل اصلا تطعيم ابنه ولا لا, لانه انا لما اعلنا عن الموضوع وان في تطعيمات او كده دايما بنرجع لولي الامر هل تقبل اصلا بتطعيم ابنك ولا لا, لان في بعض اولياء الامور بيكون عنده تخوف اصلا التطعيم. أيوة. يعني اي نعم هو تطعيم بس هو شايف اللي قصاده ان هو ممكن يكون لسه ما زالت الموضوع تجربه قصاده يعني فهو بيخاف على ابنه, لكن لو حصل تطعيم وتطعيم للاطفال الاطفال احنا متعودين دايما ان الحكومه التركيه لا تفرق ما بين اللاجئ او الاجنبي والمقيم عاده, ان هي يعني انا نفسي مريت بحاله كورونا وجات لي حاله كورونا, واول ما جات لي وزاره الصحه ارسلت لي العلاج مجاني مع اني برضو اجنبيه في هذه البلد, لكن وبعتت يعني ارسلت الدواء ليا ولاسرتي وبدون ما هي تطلب اي شيء, بالعكس ان هم كانوا محافظين علينا بيحاولوا ان هو لانه فعلا احنا عنصر موجود في المجتمع لو ما تمش علاجنا احنا هنأثر على بقيه المجتمع التركي. وغير كده ان الحكومه التركيه احنا متوقعين منها ان هي دايما او هي فعلا كده ان هي كريمه مع مع الشعب الموجود, هي بتحتوي كل المواطنين الموجودين في البلد حتى لو مش لو غير تركي.
طيب استاذة منى، كلمة ختامية حابة توجهيها لكل حدا عم يسمعنا عنده أولاد عم يجهز إرسالهم للمدارس بعد أيام قليلة، أو حتى للأطفال يلي عم يسمعونا أو ممكن أي شخص عم يسمعنا حاليا بما يتعلق بعودة المدارس؟ أنا حابة أن أنا أقول لهم الحمد لله نحن دلوقتي فترة كورونا ما قبل كانت شيء ودلوقتي بقت شيء تاني. كان في الأول كان نظرتنا لكورونا أن هي حاجة وحش جاية يعني يسيطر على العالم. وزارة الصحة والعلماء بيطلعوا كل يوم والتاني علاج. انتوا بس عليكم ان انتوا تهتموا بالجانب الصحة بتاعتكم، الحماية والأكل الصحي، تتعودي أولادك على عدم الأكل طبعا من المطاعم، شرب الفيتامينات وأخذ الفيتامينات المناسبة في هذه الفترة. والجانب النفسي بأكد على ولية الأمر، خدي بالك من صحتك النفسية قوي، لأنك أنت وجودك في البيت بصحة نفسية إيجابية كويسة هتأثر على باقي أفراد الأسرة. لو أنت اللي تهزيتي صدقيني أن أنت هيكون لك أثر سلبي على أولادك، هم تعتبر أنت القدوة ليهم. بالنسبة لأطفالنا حبايبنا، لازم نكون طبعا احنا لو خرجنا من البيت لازم نكون لابسين الماسك بتاعنا. فيش حاجة اسمها معلش بنوتاتنا الجميلات اللي هم في مرحلة جريد 8 وجريد 12، اي نعم انتم مبسوطين وراجعين لأصحابكم وحشينكم جدا، بس بلاش الأحضان وبلاش القعدة بدون ماسك وبلاش ان كل شوية تيتشر يقول لكم البسوا الماسك وكده. لان الموضوع ده احنا عايزين الموضوع يكتمل وان عايزين بقية الصفوف التانية تيجي، وعايزين الموضوع يكون ليه تأثير إيجابي عشان يشجعنا أكتر إن إحنا نستضيف بقية طلابنا وبقية الصفوف التانية في المدرسة. والله جميلة، نصائح ذهبية صراحة عن جد. الله يكرمك ويحفظك أستاذة منى، مديرة عام مؤسسة الديوان بإسطنبول، لك جزيل الشكر والتقدير على هذا التحليل وهذه النصائح. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. أعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل قصير نعود بعده إليكم، حياكم الله، ابقوا معنا.